السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم دائما في قناة هشام للطبخ. اليوم إن شاء الله راح نديروا وصفة تاع زربة، نديروا دجاج بالجلبانة، حاجة طيب بالخف وبنينة بالبزاف، توال من الناس اللي خدامين ما عندهمش الوقت بزاف العشية. إذا نبدأ على بركة الله، عندي إذا هنايا شوية دجاج، عندي نص تاع صدر دجاج، مغرفة تاع طماطم مصبرة، عندي حوالي 400 غرام جلبانة، حبة بصل كبيرة، ثلاثة حبات زرودية، حبة طماطيش كبيرة، يعني تخرج لنا كمية ما شاء الله هذه. عندي توابل ملح وفلفل أسود ورأس الحانوت وفلفل أحمر. إذا نبدأ على بركة الله، إذا نبدأ أول حاجة بسم الله نقطع الدجاج تاعي، قطع مكعبات صغار، هذا كامل، إذا نجيب المربطة تاعي ولا الطاجين اللي حنطيب فيه، ندير له شوية زيت مغرفة هكذاك. قطع الزبدة، نحط الدجاج تاعي يتقلى مليح بسم الله، هكدا نخليه يتقلى بعقلو. إذا نجي نقطع البصل تاعي بسم الله، قطعه رقيق. هكذا كيتقلى الدجاج تاعي نجي نزيدو البصل، نزيد نقطع الزروديه تاعي اذا كانت صغيره قطعوها ديالك، اذا كانت كبيره قطعوها على زوج قبل. نزيدو لها الثوم، طماطيش تاعي طماطيش نقطعها على زوج، دائما نحي لها الزريعة هذي باسكو تقرص لاصوص، كي تبقى شوية معليش المهم تخلص من الأغلبية. نزيد لها طماطيش والثوم تاعي، دوكا نزيد ملعقة تاع طماطم مصبرة، نديرو توابل فلفل اسود راس حانوت وشويه فلفل احمر. زيدوا لها الجلبانه، نزيدو لها الملح، قريب نسيت الملح، انا هكدا باك نضيفو الماء سخون بشويه سيرتو كي يكونو نطيبو في هذا تاع الفخار. هكدا نغلقو عليها ونخلوها طيب. إذن هكذا بعد حوالي أقل من نصف ساعة هكذا نشوف نقل اللحم تاعي طاب، زروديه طابت، نجي نتقل لاصوص تاعي باسكو ما فيهاش البطاطا، ممكن اللي حاب يديرها البطاطا حبات، أنا ما تعجبنيش كي نديرها البطاطا هكذاك، إذا كنتو كيما أنايا ما تحبوش ديروا البطاطا، هكذا نص كاس ما نديرو فيه مغرفة فارينة كبيرة، نخلطو مليح، نزيدولو شوية فلفل أحمر. نديرو لها هادية راح تبدل شوية اللون تاعها باش نحافظو على اللون، نزيدو شوية فلفل أحمر فقط. ومن بعد هكدا نجي الجواز تاعي ندير صفاية نفرغها نخلط بالخف. هكدا تتقال مباشرة، دوك نزيد لها دقيقة برك نطفي عليها. هكذا غادي نديروها العفسة هذه تاع الفارينة، نديروها كل ما تكون عندنا مثلا هكذا صوص شابة وبصح باش تجينا خفيفة،
حمراء، ماشي في البيضة نحكيها الحمراء، ونحبوها مثلا تبقى لنا ديك لاصوص بصح هي خفيفة، نحبوا ننتقلوها نخلوها تشرب بزاف. شغل تروح لنا، مانيش حابين تروح لنا هنايا، نديروا لها هاد العفشة تاع الفارينة فقط. هاولي الطبق تاعنا واجد، في الأخير شوية معدنوس. وهكذا رانا درنا وصفة بنينة تاع برد، توجد في نص ساعة فقط. نتمنى إن شاء الله نالت إعجابكم وتساعد الناس اللي ما يكونش عندها وقت، ونلتقي في وصفة أخرى إن شاء الله.